بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان كثيرات الحدود والوسيط. معناه المقصد منه هو الوسيط، أم هذا هو الوسيط الحقيقي. إذن لننطلق على بركة الله. قال: ناقش حسب قيم الوسيط أم عدد حلول المعادلة ذات المجهول X، والمعادلة أعطيت لنا كما تلاحظون عبارتها ها هي يا أبنائي، لاحظوا جيدا، إنها معادلة من الدرجة الثانية، لكن ربما تكون معادلة من الدرجة الأولى. أول شيء، نحن نعلم يا أبنائي أن المعادلة من الدرجة الثانية هي كل معادلة تكتب من الشكل A X مربع زائد B X زائد C يساوي الصفر، مع يجب أن يكون A لا يساوي صفر. إن كان يساوي الصفر فالمعادلة، لاحظوا، لو تصبح هذه تذهب إلى الصفر فتصبح المعادلة من الدرجة الأولى. إذن هنا، لكن هنا الـ A، ها هو أمامكم الـ A يا أبنائي. الـ A هنا في هذه الحالة يساوينا كم؟ يساوينا أم، وأم هذا عبارة عن وسيط يتغير. إذن قبل كل شيء نتحدث عن العدد المضروب هنا في الـ X مربع إن كان يساوي الصفر. من هو العدد اللي هو أم؟ أولا إذا نقول واحد، إذا كان الأم يساوي لنا كم؟ يساوي لنا صفر، ليس بالضرورة صفر. لو كانت مكتوبة مثلا من الشكل أم ناقص واحد في إكس مربع، لقلنا أم ناقص واحد يجب أن تكون يساوي صفر، معناه نجعل هذا هنا يصبح لنا أم يساوي لنا واحد. لكن هنا بما أن العدد المضروب في الإكس مربع هو أم، معناه ينعدم عند ماذا؟ عند الصفر. إذا قلنا في الأول نناقش حسب أن أم هذا الذي مضروب هنا في الإكس مربع يكون يساوي الصفر، فتصبح لنا، تخيلوا لو نعوض هنا بصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر، ماذا تصبح لنا المعادلة؟ هذا يذهب أكيد إلى صفر، تصبح لنا ناقص إكس هكذا كما أشير، لأن هذا في هذا يصبح لنا ناقص إكس زائد 2 يساوي الصفر، معناه ناقص x ننقل هذا إلى هنا فنغير إشارته فأصبح لنا ناقص 2، الناقص مع الناقص هذا يذهب فأصبح لنا x يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 2. إذا تصبح هذه المعادلة من هذه معادلة من الدرجة الأولى، وحلها هو هذا، معناه s أو نقول S واحد يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا 2، مع يكون M قلنا يساوي لنا صفر في هذه الحالة. الآن وجدنا المناقشة في الحالة الأولى لما يكون العدد المضروب اللي هو A أو M يكون يساوي لنا صفر. نأتي الآن لننفي ذلك لما يكون نقول N ثانيا. إذا وجدنا الحل الأول، نقول ثانيا أم لا يساوي صفر، أي هنا كذلك اللي هو A لا يساوي صفر، فتصبح لنا المعادلة تصبح من الدرجة الثانية. وبما أن معادلة من الدرجة الثانية اللي هي ها هي يا أبنائي هذه المعادلة، فهنا نفكر في اسمه المميز. المميز اللي هو قانونه العام معروف يا أبنائي اللي هو دالتا. أولا سوف أكتبها أمامكم حتى تلاحظوا. إذا قلنا المعادلة من درجة الثانية تكتب A X مربع زائد B في X زائد C يساوي صفر. هنا بالمطابقة يصبح لنا A، ها هو اللي هو A قلنا يساوي لنا M. B هو العدد المضروب في X هنا اللي هو في الإكس، يصبح لنا B يساوي لنا أم ناقص واحد، والسي هو الأعزب الذي لا يوجد له إكس اللي هو السي يساوي لنا أم زائد 2. نحن نفكر بما أن معادلة من الدرجة ماذا؟ قلنا من الدرجة الثانية، فنفكر في شيء اسمه المميز اللي هو دالتا يساوي لنا B مربع ناقص 4 في A في سي، فنعوض فاصبح لنا دالتا يساوي لنا البي، ها هو. إذا تصبح لنا مربع، تصبح لنا أم ناقص واحد مربع ناقص أربعة في الأ اللي هو أم في السي اللي هو أم زائد 2. ثم الآن نكمل يا أبنائي الحساب رويدا رويدا. تصبح لنا دالتا يساوي لنا هذا متطابقة شهيرة رقم 2 مربع الأول ناقص ضعف الجداء
عفوا ناقص قلنا ضعف الجداء زائد مربع الثاني ثم ناقص ثم نفتح قوس يصبح لنا هذا في هذا كم؟ اللي هو 4 آم هذا مضروب في آم زائد 2. ننشر هكذا تساوي لنا ماذا؟ آم مربع ناقص 2 آم زائد 1. ننشر هذا في هذا تصبح لنا كم يا أبنائي؟ تصبح لنا ناقص 4 آم مربع ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص 8 آم. لم أفعل شيء يا أبنائي، إنما قمت بعملية النشرة. فتصبح لنا دالتا يساوي عندنا هذا مع هذا تصبح لنا ناقص 3 آم مربع، وعندنا هذا مع هذا يصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص 10 آم، وبقينا هذا لوحده اللي هو زائد 1. هذا الشيء الذي وجدناه إنه ماذا يا أبنائي؟ إنه المميز. نتابع جيدا كيف يمكن أن نناقش يا أبنائي. إذن ها هو المميز دالتا الذي قمنا بحسابه، انظروا جيدا ها هو أمامكم. الآن يا أبنائي ماذا تقول القاعدة؟ أولا هذا الدالتا إنه فيه متغير اسمه آم، في هذا الوسيط كذلك يمكن أن يأخذ قيم، معناه كأنما يجب علينا أن نحسب مميزا آخر لهذا المميز الذي متغيره كم؟ آم، حتى تتعلموا. لماذا؟ لأن هذا الآم يتغير علينا أن هو قد ناقش حسب قيم آم. إذا نحسب، نقول نحسب دالتا آم اللي هو المميز الخاص بهذه العبارة التي فيها المجهول آم، الوسيط آم. فنقول دالتا آم يساوي لنا ب مربع ناقص 4 في أ في سي. يصبح لنا البي ما هو؟ هو ها هو يا أبنائي البي. إذا تخيلوا قلت لكم يعني نشأت هنا كأنما عبارة من الدرجة الثانية، علينا أن نقوم بحساب مميزها، سميته دالتا آم الذي يساوي لنا ب مربع ما يصبح لنا 100، لأن هذا لما نربع يصبح لنا 100، ناقص 4 في الأ اللي هو ناقص 3 ها هو الأ، والسي اللي هو هذا اللي هو في 1. فتصبح لنا يا أبنائي 100 زائد ماذا؟ زائد 12، وتساوي لنا 112، وهي قيمة كيف هي؟ قيمة موجبة. إذا بما أن القيمة موجبة يا أبنائي فهنا ما علينا إلا، ركزوا أرجوكم، إذا نلاحظ أن بما أن هذا المميز دالتا آم وجدنا له الدالتا، وجدنا هذا الدالتا وجدنا له دالتا لديه وجدنا قيمة موجبة، فنقول العبارة لها ما هي العبارة؟ اللي هي هذه العبارة. إذا سميناها هذه العبارة نجمة، إذا العبارة نجمة لها ماذا؟ لها جذران، لها جذران متمايزان، لكن المتغير هنا ليس الإكس، ما زلنا لم نصل بعد إلى الإكس. فماذا نستخرج يا أبنائي؟ تصبح لنا جذر، لاحظوا جذر دالتا آم يصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا جذر 112. ركزوا أرجوكم، يعني هنا أصبحت عبارة داخل عبارة لأن هذه المناقشة، لاحظوا جيدا. فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا آم واحد يساوي، نستخرج جذور لهذه العبارة بدلالة ماذا؟ بدلالة الآم، يعني الآم هو المتغير. فتصبح لنا ناقص بي، ها هي ناقص بي، يعني يصبح لنا ماذا؟ 10 ناقص جذر دالتا اللي هو 112 على 2 أ، ها هو الأ. لم نتحدث بعد عن الإكس، سوف نصله لاحقا. إذا تصبح لنا ناقص 3 في 2 تصبح لنا ناقص 6، ناقص 6 يمكن أن نعدل شيئا ما. إذا تصبح لنا كم هذه العبارة يا أبنائي؟ تصبح لنا بكل بساطة تصبح لنا لو نأتي بهذا الناقص إلى هنا، فتصبح لنا آم واحد يساوي لنا ناقص 10 زائد جذر هكذا، هذا الناقص قد رفعته إلى هنا وضربته في البسط، فأصبح لنا ناقص زائد 112 على ماذا؟ على 6، وهذه القيمة لو نحسبها أكيد سوف نجدها قيمة موجبة تماما. قوموا بالحساب، لأن جذر 100، جذر 112 يفوق ماذا؟ يفوق 10، يفوق العشرة لأن جذر 100 هو العشرة، إذا هذه القيمة سوف تكون موجبة. آم
اثنان سوف تصبح هكذا يا أبنائي، ناقص ب، ناقص ب تصبح لنا 10 زائد جذر دالتا اللي هو 112 على 2 على ناقص 6. فيمكن كذلك أن نأتي إلى هذا الناقص إلى هنا فتصبح لنا يا أبنائي آم، لاحظوا جيدا. إذن قلنا تصبح لنا آم 2 تساوي لنا كم يا أبنائي، بما أن قد نصعد هذا الناقص إلى هنا فتصبح لنا هكذا ناقص، ثم نكتب العبارة كما هي اللي هي 10 زائد جذر 112 على ماذا؟ على 6. وهذه القيمة مهما كانت هي قيمة سالبة يا أبنائي. لماذا؟ لأن هذا العدد هو عدد موجب والناقص يجعله ماذا؟ يجعله عدد سالب. الآن بعد ما أكملنا مع استخراج جذري دالتا آم، لاحظوا جيدا، دالتا يعني دالتا آم يعني نقصد به هنا المتغير آم، سوف نأتي يا أبنائي إذا نترك هذه هي جذور الدالتا آم، انظروا جيدا لاحظوا، نأتي الآن إلى تعيين جدول، جدول إشارة الدالتا. هذا الدالتا علينا أن نعين جدول إشارة له، فنقوم برسم، ركزوا أرجوكم هكذا أبنائي، تابعوا كي تتعلموا، انظروا جيدا. إذن نأتي إلى هنا هكذا، تابعوا يا أبنائي. إذن هنا المتغير قلنا يصبح لنا ماذا؟ المتغير ليس الإكس، ما زلنا لم نصل إلى الإكس، المتغير هو الآم. من الناقص ما لا نهاية، وعندنا هنا الزائد ما لا نهاية، وعندنا الآم 1 والآم 2. الآم 2 قلنا هو عدد، كيف هو؟ عدد سالب، هذا آم 2 وهذا آم 1، لاحظوا جيدا يا أبنائي. إذن هنا نكتب ماذا؟ هنا نكتب دالتا بكل بساطة، هذا هو الدالتا، تابعوا. إذن نأتي إلى هنا هكذا ونأتي إلى هنا هكذا، تابعوا كيف نغلق أولا الجدول حتى لا تختلط عن الأمور هكذا يا أبنائي، نتابع جيدا. مع كذلك قلنا يا أبنائي أن الآم يجب أن، لأن هذه القيمة، عفوا هذه القيمة يا أبنائي، هذه القيمة هي عدد، ها هو نحسبه نجده يعني قيمة بالفاصلة فقط. كذلك قلنا نستثني الصفر، لماذا احتراما؟ لأن الآم يجب أن لا يساوي الصفر، يجب أن لا يساوي الصفر، والصفر يقع هنا في المفترق لأن هذا قيمة سالبة وهذا قيمة موجبة، واعلموا أن هذا العدد هو معناه نجد 5 فاصل أو 2 فاصل، لأنه أنا كتبته بآم 2 وآم 1 لتفاديا للمكان، يعني حتى يكفيني المكان، أما من حسبه يعني بالآلة الحاسبة يمكن أن يجعله هناك. ثم الآن نأتي إلى تعيين الإشارة، لاحظوا جيدا، تقول ها هو هذا الأ، كيف هو؟ أ هو عدد سالب، فتقول خارج مجال الجذرين نفس، وهنا نفس، وداخل مجال نقول عكس، عكس ماذا؟ عكس القيمة المضروبة في هذا العدد. الآن أبنائي من خلال هذا الجدول يمكن أن نناقش حسب قيم الآم. إذن لاحظوا جيدا يا أبنائي، إذن ها هو الجدول، انظروا أرجوكم كي تتعلموا إلى هذا المناقشة الحسابية. إذن نأتي الآن يا أبنائي بالمعادلة، ها هي، ونتابع نقطة نقطة كي نتعلم. إذن عندنا إذا كان آم أولا دالتا، تخيلوا الدالتا لو كان قيمة سالبة، دالتا قيمة سالبة ليس للمعادلة حل، معناها هذه المعادلة التي هنا معادلة التي أعطيت لنا، إذا كانت دالتا سالب نقول ليس للمعادلة حلا، لكن ماذا؟ يجب أن يكون آم أين ينتمي حتى يكون المميز هذا سالب؟ لاحظوا هنا في الجدول، نأخذ ما لما يكون سالب أكيد يعني ها في هذا المكان وفي هذا المكان، يكون آم أين ينتمي؟ يكون عفوا يكون الآم ينتمي لنا من هنا إلى هنا، وماذا؟ ومن هنا إلى هنا. لماذا؟ لأن هنا الدالتا لاحظوا كيف يكون، يكون سالب، وهنا الدالتا يكون سالب، ونحن تعلمنا أنه إذا كان الدالتا سالب فنقول للمعادلة ليس لها حلول. إذا الدالتا يكون ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية آم 2، آم 2 ها هي قيمته حتى تعلموها يا أبنائي،
نجعله مفتوح اتحاد ماذا؟ اتحاد من آم واحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية. يعني لما يكون الآم في هذا المجال من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا يكون المميز كيف هو؟ يكون المميز سالب. إذا كان المميز سالب فليس للمعادلة حلول بهذه البساطة. إذن هذه رقم واحد. ناتي الآن إلى رقم اثنان. إذا كان الدالتا يساوي لنا كم؟ يساوي لنا صفر. إذا كان الدالتا يساوي لنا صفر ما معناه؟ انظروا ها هو هنا الدالتا يساوي صفر وهنا الدالتا يساوي صفر. كم يكون آم؟ آم يكون يساوي لنا آم واحد أو آم اثنان. أي ماذا؟ أي آم يساوي لنا إما آم واحد أو ماذا؟ أو آم اثنان. والآم اثنان معناه أو يمكن أن نكتب أو آم يساوي لنا آم اثنان. إذا كان الآم يساوي لنا الآم هذا اثنان والآم واحد، ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج أن الدالتا ماذا يصبح يساوي؟ يساوي لنا صفر ويساوي لنا صفر. نحن نعلم أن المميز إذا كان يساوي صفر نقول للمعادلة ماذا؟ للمعادلة واحد، يعني هذه إذا سميناها واحد، للمعادلة واحد حلا كيف هو؟ مضاعفا. نحن نعلم إذا كان المميز يساوي صفر نقول للمعادلة حلا مضاعفا اسمه إكس صفر يساوي لنا ناقص ب على اثنان أ، ناقص ب على اثنان أ. أين البي؟ ها هو البي، هو العدد المضروب في الإكس، معناه أصبح لنا ناقص ثم نفتح قوس آم ناقص واحد ناقص ب على اثنان أ على اثنان آم، ها هو آم. تخيلوا إن لم نستثني هنا الصفر ويكون هنا الصفر، آم أخذ الصفر فلا يوجد مجموعة التعريف، يعني هنا احترمنا مجموعة التعريف. إذا قلنا إذا كان ثانيا إذا كان الدالتا يساوي لنا الصفر أي آم، آم يساوي لنا آم واحد وآم اثنان. آم واحد وآم اثنان ها هما قيمهم، يعني هي قيم أعداد بالفاصلة فقط، إنما أنا اختصرت كتابتهم فقط بآم واحد وآم اثنان، يمكنكم أن تكتبوهم بالفاصلة. إذا ها هو الحالة الثانية. الآن نأتي إلى الحالة الثالثة والأخيرة. ثالثا إذا كان دالتا أكبر من الصفر، أي ماذا؟ الدالتا أكبر من الصفر أكيد يكون في هذا المكان ويكون في هذا المكان، أي آم يكون ينتمي من ماذا؟ آم يكون ينتمي من المجال، إذا المجال المفتوح. ما هو المجال المفتوح؟ اللي هو آم اثنان إلى غاية الصفر مفتوح، يعني الآم لا يساوي الصفر لأن مجموعة التعريف، اتحاد من الصفر إلى آم ماذا؟ إلى آم واحد، مجرد الآم مجرد تسميات فقط. إذا هذا ما نقول، نقول للمعادلة، للمعادلة هذه واحد، مقصود دائما المعادلة التي أعطيت لنا، حلان كيف هما؟ متمايزان. حلان متمايزان، إذا هذه الحلان المتميزان يا أبنائي، إذا سوف نأتي بالعبارة لحسابهم، نتابع جيدا، ركزوا أبنائي حتى تتعلموا. إذا حلان متميزان إكس واحد يساوي لنا ناقص ب ناقص جذر دالتا على اثنان أ، يصبح لنا إكس واحد يساوي لنا ناقص ب، ها هو الب، يصبح لنا ناقص نفتح قوس آم ناقص واحد ناقص جذر دالتا. جذر دالتا يا أبنائي ليس كما يعتقد البعض يقول مثلا هو هذا، لا، جذر دالتا هو ها هو يا أبنائي، ها هو الدالتا، انظروا حتى تتعلموا جذره ما هو. أن جذره نضع هنا جذر ونضع هنا جذر، فيصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا هكذا، نكتب العبارة لي ناقص 3 آم مربع ناقص 10 آم زائد واحد، هكذا يا أبنائي كي تتعلموا. إذن جذر دالتا، لأن الدالتا ها هو الذي حسبناه، ضعوا له الجذر فقط، فلما نضع له الجذر تكون القيمة موجبة على 2 آ، معناها على 2 آم فقط. نأتي الآن إلى الحل الثاني. في الحل الثاني يصبح لنا إكس 2 يساوي لنا ناقص ب، ها هو البي، نضع له الناقص بحنا ناقص في آم ناقص واحد زائد جذر دالتا، ها هو جذر دالتا اللي هو ناقص 3 آم مربع
ناقص 10 آم زائد واحد هكذا على 2 في أ. ها هو الأ، هو القيمة المضروبة في الإكس، معناه هكذا. هذه هي حلول المعادلة في الحالة الثالثة يا أبنائي بأبسط طريقة. ويمكن أن نكتب هنا S يساوي لنا X1 و X2 فقط بهذه البساطة. إذا لاحظتم يا أبنائي المناقشة كيف تمت. أولا حتى نلخص، بما أن المعادلة هذه التي قمنا بحلها أولا قلنا علينا أن نتحدث لما يكون هذا العدد يساوي لنا صفر، فتحصلنا على معادلة من الدرجة الأولى فحسبنا حلولها، ثم قلنا أن آم لا يساوي الصفر حتى يصبح لنا آ لا يساوي صفر، العبارة تصبح من الدرجة الثانية. لما تكون العبارة من الدرجة الثانية يرغمنا أن نقوم بحساب المميز. المميز قمنا بحسابه يا أبنائي فوجدناه هذا المميز. الآن بعدما وجدنا هذا المميز يا أبنائي استخرجنا جذوره، لما استخرجنا جذوره وجدنا هذا الجذر وهذا الجذر، ثم قمنا بتعيين جدول إشارة لتلك الضالة، ثم بدأنا في المناقشة. فأخذنا ثلاث حالات، إذا كان دالتا سالب معناه من هنا ومن هنا فليس للمعادلة حلول، إذا كان دالتا يساوي لنا صفر هنا وهنا معناه آم يصبح يساوي لنا آم اثنان وآم واحد للمعادلة حلا مضاعفا، وإذا كان دالتا أكبر من الصفر معناه يكون آم من هنا ومن هنا. هنا علينا أن نحترم مجموعة التعريف، وقد ظهر ذلك. لاحظوا حتى هنا إن لم نحترم مجموعة التعريف، تخيلوا لو الآم يأخذ صفر فأصبح لنا عدد على صفر، وهذا غير موجود في الرياضيات فقط يا أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما لا تنسون الدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل المسير معكم إن شاء الله. وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.